بتلك المشاعر الصادقة ودعت تلك الأسيرات رجال المقاومة الفلسطينية. على وجوههن رسمت الابتسامات، ولم تشعر الأسيرات بأي خوف، وهو ما بدا لكل مشاهدي هذه اللقطات. وكان الوداع أشبه بوداع الأصدقاء. هزت تلك المشاهد ضمير العالم، خاصة بعد خروج أكثر من أسيرة للحديث عن حسن معاملتهن والاعتناء بهن. My mom is saying that they were very friendly towards them and that they took care of them, that they were given the medicine. لفتت تلك التصريحات واللقطات أيضا نظر العالم إلى احترام معاملة الأسرى لدى المقاومة وإلى عدالة مطالباتهم بدولة مستقلة. بعد تلك اللقطات تصاعدت حدة الحملات التي تتبناها الآلة الإعلامية في أمريكا وإسرائيل لتشويه المقاومة وتجميل صورة البلدين بعدما تضررت بشدة عقب الحرب. وخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث عن ناجين تعرضوا لعنف جسدي أثناء احتجازهم لدى المقاومة. وأشار بايدن في حديثه إلى أن ذلك بناء على أحاديث وروايات متداولة دون الإشارة إلى مصدرها على وجه التحديد، ولم يقدم دليلا على ما صرح به ودعا إلى التحقيق في الأمر، ما يؤكد على أنها أخبار دون أدلة ولا تعبر إلا عن مزاعم متداولة. اللافت أن الرئيس الأمريكي منذ بدء العمليات الإسرائيلية على غزة وهو يردد الكثير من الأكاذيب والادعاءات ضمن حملة واسعة استهدفت المقاومة، ففي السابق ادعى مشاهدته لصور الأطفال المزعومة، وهي ادعاءات روجها أحد المستوطنين المتطرفين. Aggressive. They are very bad. They cut heads of children. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. اللافت أيضا أن الادعاءات التي ذكرها بايدن بشأن الأسيرات مسموح بارتكابها للجنود في إسرائيل فقط. فهذا الحاخام كولونيل إيال كريم الذي كان مرشحا لمنصب الحاخام العسكري الأكبر أكد سابقا بأنه يمكن التغاضي عن العنف الجسدي تجاه النساء في الحروب، وأصدر العديد من الإفتاءات التي تنال من شأن النساء، وهو ما يوجه أصابع الاتهام في هذه الأفعال إلى الجنود الإسرائيليين أنفسهم والمباح لهم ارتكاب ذلك. فيما يبدو أن هذا الادعاء سوف يضاف إلى قائمة طويلة من المزاعم التي حاولت إسرائيل وأمريكا الترويج لها خلال الفترة الماضية، والتي سقطت واحدة تلو الأخرى ودفعت بكل مروجيها إلى تقديم الاعتذارات أمام العالم على ترديدهم شائعات ومزاعم دون تحقق. تزداد أكاذيب ومزاعم إسرائيل وأمريكا يوما بعد يوم في سلوك مفضوح للتغطية على جريمة حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال بدعم أمريكي، وهي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام.